الأسواق العالمية في إكويتي جروب للحديث حول هذا الملف. أهلا بك سركيس معنا. كيف تفسر ما يحدث في الأسواق الأسهم الأمريكية والعالمية عموما، ولو أن الأوروبية منها تعود الآن للون الأخضر؟ الآن في أسواق الأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الآسيوية شهدنا ضغوطات هابطة، إن كان على مستوى الجلسة الأمريكية أمس أو وصول مؤشر الـ MSCI للأسهم خارج اليابان لأدنى مستوياته في حوالي السنة. هذه الضغوط السلبية تتوجه لتكون بسبب قلق جديد لدى المتداولين من ارتفاع في معدلات التضخم. كما أشرتم ارتفعت أسعار النفط وتقترب حاليا عقود برنت من الـ 82 دولار للبرميل الواحد، وكما نعلم بأن ارتفاع أسعار النفط ربما يكون سبب في تعثر التعافي الاقتصادي ومزيد من الارتفاع في مستويات التضخم. مستويات التضخم عموما في آسيا لم ترتفع بشكل كبير كما حصل في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية. مثلا في الولايات المتحدة عم نتكلم في مؤشر أسعار مستهلكين عند 5.3%، أوروبا 3%، في ألمانيا وبريطانيا 3.2%، في اليابان ما زال التضخم منخفض، في الصين عند 0.8 نقاط مئوية. لكن المتداولون الآن قلقون من أن يتسبب ارتفاع النفط المزيد من الارتفاع في التضخم، وخصوصا مع تعطل الإمدادات ومشاكل التوريد. هذا كله قد يكون سبب الارتفاعات في التضخم، مما قد يجبر البنوك المركزية أولا على تقليص تحفيزها للاقتصاد، لكن أيضا الاقتصاد في آسيا حاليا يعاني من تباطؤ. واليوم شهدنا أيضا إشارات على أن الاقتصاد الآسيوي بدأ بالفعل يفقد عزم التعافي، ومع وجود المخاوف من إيفرغراند كلها اجتمعت معا لتضغط اليوم على مؤشرات الأسهم الآسيوية. ويوم أمس شهدنا الانخفاض في الأسهم الأمريكية التي تشاركت فيها عدة أسباب، منها قضية انقطاع الفيسبوك ومنتجاتها، وأيضا القلق من ارتفاعات التضخم. فأصبح الآن يعتبر ارتفاع النفط مقلق للمتداولين في أسواق الأسهم. وكما نلاحظ أيضا الارتفاع في عوائد السندات يعكس أيضا المخاوف من احتمالية ارتفاع التضخم. كل هذه الظروف مجتمعة قد تبقي على الضغط لبعض الوقت على مؤشرات الأسهم الأمريكية، مؤشرات الأسهم الأوروبية، حتى مع أنها ارتفعت قليلا اليوم مع أنظار المتداولين إلى بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل لتقييم أفضل لوضع الاقتصاد الأكبر في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي. نعم سيد سركيس، كون توقيت أيضا الأسترالي، يعني السوق الأسترالي مع الآسيوي، اليوم وجدنا أن الدولار الأسترالي الذي يعد يعني من أكثر حساسية عندما نتحدث عن الإقبال على المخاطرة، كان من أكبر الخاسرين بعد أن أعلن المركز بأنه لا يوجد ضرورة لرفع أسعار الفائدة قبل 2024. لأي حد بتعتبر أنه يعني تفاعلات الأسترالي اليوم ستكون أيضا مع نقيض ما نتوقعه من اجتماع نوفمبر للفيدرالي؟ الآن بالفعل الاحتياط الأسترالي قام بتثبيت الفائدة عند 10 نقاط أساس في المئة، وثبت أيضا برامج شراء الأصول عند 4 مليار دولار أسترالي أسبوعيا، وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستمر إلى منتصف شهر فبراير المقبل على الأقل. هناك ملاحظة مهمة أشار لها الاحتياط الأسترالي، وهي أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذه السنة انخفضت وتيرته، وأشار إلى مشاكل التوريد، وأشار أيضا إلى انتشار سلالة كورونا المتحورة، لكن أيضا ما زال متفائل نوعا ما في المستقبل مع وجود المخاطر. الآن بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل أعتقد أنه سيستمر في سياساته التحفيزية، لكن نحن نتكلم على 120 مليار دولار أمريكي شهريا يقوم الفيدرالي الأمريكي بشراء أصول بواسطتها. لذلك رغم توقعاتي أن شهر نوفمبر سيشهد بداية التقليص في برامج شراء الأصول، لكن هذا التقليص قد يكون محدود، فقد يقلص الفيدرالي من تحفيزاته، لكن هذا لا يعني اتخاذ سياسة تجديد على الأقل حتى منتصف عام 2022، والتي أشار فيها الدوت بلوت سابقا عندما صدر في المرة الأخيرة التي اجتمع فيها الفيدرال الأمريكي، وأشار إلى أن هنالك احتمالية لرفع الفائدة خلال 2022. أعتقد هذا لن يحصل قبل النصف الثاني على الأقل. بالتالي الدولار الأسترالي تأثر سلبا في موضوع مهم، وهو الأسواق المالية التي انخفضت اليوم أثرت على الدولار الأسترالي. الدولار الأسترالي انخفض مقابل الدولار، مقابل اليورو، وكذلك انخفض مقابل الين الياباني، سويسري، كندي. لكن هنالك ملاحظة أن الدولار الأسترالي ارتفع مقابل الدولار النيوزيلندي، وهذا ما يثبت أن هنالك تأثير على هذه العملات التي ترتبط بالنمو والسلع
من ما حصل في قلق في الأسواق المالية العالمية إن كان خلال الجلسة الأمريكية أمس أو الآسيوية اليوم. بالتالي الدولار الأسترالي يعاني من ضعف حاليا مصدر الأسواق المالية نفسها وحالة المخاوف التي تعود للأسواق المالية من جديد. شكرا لك سركيس نزار محلل أسواق عالمية.